صوت واضح؟ اوكي. وي ويل ستارت ناو. راح ارجع من جديد شباب. اولا السلام عليكم، ان شاء الله تكونون بخير. اهلا وسهلا بكم بالكورس اليوم اللي هو اي سي جي تريننج كورس. هذا الكورس هو بيزك لطلاب الصفوف المنتهيه بكليه الطب وكذلك للخريجين الجدد. هذا الكورس هو بيزك كورس ومو ادفانس كورس بالاي سي جي. الكورس راح يساعدكم على انه شلون تتعاملون مع اليوجوال بروبلمز either at the emergency department or at the ward, and how can you pass the critical point even in the assessment or the examination. بالبداية أني أريد أن أشكر دكتور علي سعد طالب مرحلة خامسة زميلكم للجهود الكبيرة التقنية اللي بذلها حتى يكون هذا الكورس اليوم نبدي. وفي نفس الوقت اشكر مكتب البهجه العلمي شركه فيليبس اللي راح تسوي البراكتيكال بارت ان وياها للكورس، الكورس تو بارتس. راح ابدي اشرح لكم الكورس شلون راح يبدي، وفي نفس الوقت راح نحكي على السيشنات راح ناخذها وبعدين نبدي بالبرزنتيشن. هذا الاي سي جي كورس بي تو بارتس. بي بارت 1 اللي هو theoretical، لكن theoretical راح يكون interactive وراح يكون عبارة عن خمس سيشنات. السيشن الواحد 90 دقيقة، اليوم هو أول سيشن، وراح نغطي بالمين clinical problems اللي الـ ECG يدخل بيها، ونضيف لها clinical tips من خبرتنا بالكارديولوجي. فهذا الويبينار يوم إذا تشوفون قدامكم سيشن أول، الفيرست سيشن هذا اليوم راح يكون introduction. السيشن الثاني هسه راح نتفق على مواعيد السيشنات الجايه ان شاء الله اليوم. How to record and report، شلون نسوي ECG and then how you can report on that ECG and some ECG abnormality include chamber hypertrophy and heart block. The third session it will talk about abnormal ECG اللي هي ischemic heart disease. And the fourth session will include abnormal ECG, including dysrhythmia. وهذا كلش مهم بالنسبة لكم، خصوصا اللي يشتغلون بالطوارئ. آخر session راح يكون ECG in systemic diseases and what are the normal variant. هاي الخمس سيشنات اللي هي عبارة عن theoretical اللي هي تكون بالويبينار، نخلصها إن شاء الله خلال هالأسبوع. السيشن الثاني اللي هو البراكتيكال session، هذا البراكتيكال session إن شاء الله متستعدل الظروف و ينتهي حظر التجول، راح نسوي لكم براكتيكال سيشن. هنا اوجه شكري الى شركه البهجه، ممثل شركه فيليبس بالعراق والهيد مالتهم استاذ محمد الراوي، اللي راح يوفر لنا اجهزه تخطيط ومونيتورز، وراح نسوي براكتيكال ستيشنز 4 إلى 5 محطات. راح يكونون معايا 4 إلى 5 اساتذه كارديولوجيست، وراح ناخذ الطلاب 8 إلى 10 طلاب في كل ستيشن، ندربهم على شلون يسوون التخطيط and how to interpret this ECG. هذا السكند بارت اللي راح يكون. الان راح نبدي اليوم بالسيشن مالت اليوم. السيشن مالت اليوم راح نبدي ب بالحقيقه فد كويز بسيط اللي هو ينشط الذاكره مالتنا. دكتور علي ردي؟ الو نعم دكتور، اذا من يمك اذا تقدر تدوس البوز او تسويني هوست. اوكي انت تسمعني هسه وياي؟ اي اسمعك. اوكي راح نبدي. هنا هو امتحان شباب، هنا هو اختبار للمعلومات، وراح نشوف ورا ما نخلص الكورس ايش راح تكون قابليتنا في التعامل مع نفس المعلومات اللي الان راح نتعرض لها. قدامكم كيس هيستوري، 55-year-old female lady, long history of hypertension, تاخذ انالابريل 20 مللغرام باليوم، اجتك للاكسرسايز للامرجنسي او للكلينيك، عندها اكسرسايز انتولرنس صار لها 6 شهور وفتيك طبعا. انت من فحصتها او من فحصتيها شفت الضغط مالتها 180/105، البولس كان ريجولر، جي في بي واز 3 سنتيمتر ابوف ذا كوستال مارجن، والهارت نورمال دبل ريذم، اند ذا لونج بيز واز كلير، اند ذير واز نو ليج إديما. طبعا كل كلمه هنا تجي هي لها معنى بالنسبه للهيستوري مالت البيشنت.
وهذا قدامنا الاي سي جي. هير اي سي جي لي 12 ليد اي سي جي هذا قدامكم موجود. ليد 1 2 ليد 3 اي في ار اي في ال اي في اف وفي 1 في 2 في 3 لي اتش اس ليدز في 4 في 5 في 6 وهذا جوا ماخذ هو في 1 ستريب. احنا اعتيادي ناخذ ليد 2 هو ماخذ في 1 از ا ستريب. الان السؤال اللي راح يكون واريد تسوون فوتنج عليه, what is the best statement that describes this ECG? عندكم أربعة choices. الـ A هو left ventricular hypertrophy, الـ B هو left bundle branch block, الـ C هو second degree heart block, and D right bundle branch block. العفو الـ E هنا نقص, الـ E هو هو right axis deviation. إذا نشوف الدكتور علي راوينا البول وحاولوا تجاوبون على هالأوبشن اللي قدامكم. أكو عندكم قدامكم 5 أوبشن from A to E. نعم دكتور العفو, البولز من يمك إذا تقدر بس تدوس عليها من جوا أو تقدر تسوي نيو هاست حتى أبدي البولز. هذا البول ستوب ريكوردينج قصدك؟ لا تسوي نيو هاست أو أكو بولز اللي جوا إذا تقدر تدوس عليها. Pause قلتك. Pause. نعم. Okay. هذا قدامكم شباب. هسا أقول له lunch. أي lunch و share with pain list. أي. هو أنتو. طلعت يم. شباب يقدرون يسوون poll ولا؟ دكتور الاي سي جي مدى يطلع اذا تقدر تسوي سكرين شيرين تشوفوا يعني الصوره. اوكي ناو اوكي شباب وياك دا يتفاعلون لي لاني ما دا اشوف شيء يمين بعد ما كامل التصويت بس خل تطلع كل الصور اذا تقدر دكتور تراوينا سؤال بسؤال تي صوت اوكي هسه نروح السؤال الثاني شباب ماشي السؤال الثاني اذا خلصنا السؤال الاول هو صار اند بول وما صار دكتور اذا بس تقدر تسوي نيو هاست حتى ابدي يعني زين خلي ناجل التصويت نعم. نبدي بالبرزنتيشن اعتقد هاي تحتاج تحتاج ترتيب آخر علي. نعم. أوكي. ماشي شباب. Just forget it. راح نروح لل presentation. طبعاً ال شنو what are the main aim of this presentation? What is the main aim? صورة واضحة قدامكم ولا لا؟ علي. نعم واضح واضحة السلايد واضح وصورتي واضحة لو بس السلايد دكتور علي واضحة السلايد والصورة اوكي اذا الاهم مثل ما قلت لكم of this ECG course is that احنا ناخذ فكره عامه عن البيزكس اوف اي سي جي برينسيبل اوف الكتروكارديوغرافي اما الاوبجكتيف هي سبيسيفيك ستيبس هذه السبيسيفيك ستيبس لازم احنا نوصل لها لذلك اقول وصلت الى هاي النقطه عرفت شلون اشخص
اسكيميك هارت ديزيز، عرفت شلون اشخص الارثميه، او عرفت شغلات اخرى. Then what are the objectives of this ECG training course, اللي سمينا clinically oriented ECG course? First of all is that appreciate the historical development of the electrocardiogram. يعني احنا شلون صار هذا الاي سي جي، العالم اللي اخترعها شلون جت الفكره، واحنا ممكن اي واحد من عندنا تكون عنده فكره بالمستقبل ممكن يسوي منها فد اختراع، why not. اثنين، what are the principles of the cardiac anatomy and physiology، اللي هي تشمل الامبلس جنريشن اند امبلس كوندكشن، شلون يصير الامبلس للهارت، شلون دي ينتقل بالهارت، شلون دي يوصل للمايوكارديوم، واللي المايوكارديوم دي يتقلص على اساسه ودي يصير عندنا كونتراكشن. ثالثا، شن هي الليدز والالكترودز اللي نستخدمها بالاي سي جي، شنو اسمائها، شنو الوانها، وين تنحط. اربعه، الاي سي جي من يرسم اللي نسميه الكتروكارديوغراف، الصوره مالت الاي سي جي من ايش تتكون، what are the waves, what are the intervals, what are the complexes and the segments. بعدين اذا اني ربطت الجهاز على المريض وحصلت على اي سي جي ريكورد، الان ايش راح اسوي، شنو السيستم اللي امشي به بهيجي حاله حتى اشوف الامور. And then list the ECG, use of the ECG in diagnosis of clinical problem. وين استخدم الاي سي جي وش وقت يكون الاي سي جي اللي بالنسبه مهم. نجي هنا على البوينت الثاني اللي هي the main indication for the 12 lead ECG. شباب اريد تاخذون اول مسج من اليوم، ابدا لا تقرا تخطيط بمعزل عن the clinical history and examination of the patient. Every ECG have to be interpreted in the background of the patient's clinical history and examination. لأنه في history معين ممكن تقول هذا الـ ECG فلان diagnosis، وممكن بhistory ثاني يكون diagnosis ثاني. لذلك الـ ECG يجب أن يقرأ in the background of the patient history and examination. وين أستخدم الـ ECG بالـ clinical medicine؟ ممكن يفيدنا بالـ ischemic heart disease. كذلك يفيدنا بالريثم ديستربنسز، اسكيميك هارت ديزيز بكل السبيكتروم، وهسه ناخذه سيشن 3. يفيدنا ايضا بالريثم ديستربنسز من الساينس تاكيكارديا وبراديكارديا الى الفنتيكولار فيبريليشن، ممكن يفيدنا حتى اشخص الدايجنوسيس. يفيدنا بالشمبر هايبرتروفي سواء انه كان اتيريال اور فنتيكولار. يفيدنا بالهارت بلوك اذا صار الامبلس بالاس اي نود ووقف باي مكان بالطريق الكوندكتيف سيستم اللي هسه راح ناخذه. كذلك يفيدني in certain myocardial and pericardial diseases. واخيرا ممكن استفاد من عنده بالالكترولايت ديستربنسز، وهسه نشوف الالكترولايت ديستربنسز شلون ممكن استفاد من عنده. الهيستوري، الجهاز التخطيط بالحقيقه بدا بفكره لعالم اندوفن بدايه 1900. هذا العالم كان يفكر انه اكو شحنه كهربائيه تتكون على سطح الجسم، وهذه الشحنة الكهربائية جاية من تقلص وانبساط القلب. هل تقلص والانبساط الحركة الميكانيكية تولد طاقة كهربائية، هاي الطاقة الكهربائية اللي هي تكون كلش قليلة تنتقل عن طريق التشو من الهارت outside إلى أن توصل إلى البادي surface of the body. فإذا احنا جبنا جلفانوميتر وربطنا به الكترود وخليناها على surface of the body، راح نقدر نقيس الماجنيتيود and the direction of this electrical activity. هي هاي كل الفكرة مالت الـ ECG. تشوفون هذا العالم اللي قدامكم، هذا العالم اللي قدامكم قعد خلى إيده ورجلة واحدة من رجليه، هاي ثلاث أطراف خلاها بجارز بها salt solution وربطها بالإلكترود، هذا كان الجلفانوميتر مال قبل، وقدر يقيس اكو فتيار كهربائي موجود ينقاس وينتقل الى هذا الجلفانوميتر، وبعدين كان ديسبلاي على بيبر قدامه وكان يشوف شنو هذا الاي سي جي، شنو التخطيط اللي صار بالحقيقه. بعدين تطورت الفكره الى ان وصل اب تو ديت هذا الفيرجن الاخير او ابديتد فيرجن اوف ذا الالكتروكارديوغراف. الالكتروكارديوغراف هو الاي سي جي ماشين، اما الالكتروكارديوغرام هو الاي سي جي ماشين. الالكتروكارديوغراف اللي هي الصوره، الجهاز صوره التخطيط
التخطيط البيدي اللي نلزمه هو الكتروكارديوغراف، اما الجهاز اللي يرسم لي الاي سي جي هو الكتروكارديوغرام. نعم احنا اذا اجينا على الهارت during depolarization and repolarization شوي نرجع فيزيولوجي، اثناء ال depolarization and repolarization of the myocardium there is electrical current، وقلنا هذا الالكتريكال كرنت ينتقل الى surface of the body. اذا عندي الكترود على surface of the body سواء كان على limbs او على chest راح ينتقل هالالكتريكال اكتيفيتي الى جهاز التخطيط الاي سي جي ماشين اللي سميناها الكتروكارديوغرام، وبالتالي راح يقدر اشوف الماجنيتيود. انتبهوا على نقطتين، الماجنيتيود والدايركشن، تو ثينجز، ماجنيتيود حجم الويف والدايركشن هل هي بوزيتيف او نيجاتيف. اكو بعض المصطلحات المهمه جدا اللي لازم تعرفوها واللي هذه موجوده بالفيزيولوجي ما راح اروحها بالتفاصيل تقروها انتو، اللي هي الاوتوماتيسيتي. اوتوماتيسيتي انه القابليه سيلف اكسايتيشن، هذه واحده من خواص المايوكارديوم او الكاردياك تيشو. بعدين الريثميسيتي اللي هي النظمية، الانتظام في النبض، نبض وراء الآخر، واحد وراء الآخر بفترات متساوية نسميها ريثميسيتي. الثالثة الريفراكتوري بيريد اللي هي الفترة اللي يكون بيها التشو نون ريسبونسيف تو ستيمولاي، يعني من يكون الهارت during a state of depolarization إذا يجي impulse بهالفترة هذه ما راح يستجيب إلى أن يرجع يصير بريكفري، يلا يرجع يستجيب مرة ثانية. الكوندكتيفيتي اللي هي انتقال الشحنة من خلية إلى خلية ومن جزء إلى جزء. بعدين أكو عندنا all on non response، لو يستجيب لو نهائيا ما يستجيب ماكو partial response. وأخيرا أكو عندنا الكونتراكتيليتي. now ما هو الكوندكتيف سيستم of the heart؟ يعني إذا أنا عندي شحنة كهربائية موجودة بالهارت شو راح تنتقل؟ من راح تبدي وراح تنتهي؟ الشحنة الكهربائية الموجودة تتكون بالساينو أتيريال نود أو اللي نسميها إحنا الهارت بيس ميكر. بعدين التيار الكهربائي راح ينتقل من خلال الأتيريال وول، أثناء يعني خلال الأتيريال وول ماكو أناتوميكال تراكت، عبارة هي عن فيزيولوجيكال تراكت موجودة بجدار الأذين، راح ينتقل التيار الكهربائي بها الى ان يوصل الى الاتريو فينتريكولار نود او الاي في نود اللي هي موجوده above the اتريو فينتريكولار جانكشن. وراها تبدي عندي بندل اوف هيس. البندل اوف هيس هي عباره عن ستراكشر من from few millimeter to few centimeter in length، وهذه البندل اوف هيس تنزل بالسبتم وبعدين تنتقل الى الليفت بندل والى الرايت بندل. الليفت بندل تنقسم الى قسمين، الانتيريور فاسيكل اند بوستيريور فاسيكل، بينما الرايت بندل ما تنقسم، هي رايت بندل وحده، وتنتهي عندنا بالبركنجي فايبر اللي هو يوصل الشحنه الكهربائيه الى المايوكارديوم حتى تتخلص. ما اعرف الصوت واضح علي يمك؟ نعم. اوكي. إذا أجينا للديagram of the heart راح تشوفون هذا الheart chambers right to left atria right to left ventricle، وعندنا هذا superior vena cava والinferior vena cava. الآن شوفوا مكان ال SA node أو sino atrial node اللي هي موجودة posterior superior surface of the right atrium just inferior to the insertion of the superior vena cava. هذه هي pacemaker of the heart. شحنات الكهرباء مالت القلب تتكون هنا، هي هنا المولدة، هنا جنريشن مال الامبلس. بعدين راح ينتقل الامبلس الى through tracts قلناها بالرايت اتريال وول، راح ينتقل مو اناتوميكال تراكت، ماكو اناتومي هنا تراكت، اكو فيزيولوجيكال تراكت، يمشي مسارات كهربائيه الى ان يوصل الى الاتريو فينتريكولار نود اللي هي موجوده just above the اتريو فينتريكولار junction. وراها راح تبدي عندي البندل اوفيس، راح ينتقل التيار لها وينتقل الى الرايت بندل والى الليف بندل. الليف بندل تنقسم قسمين الى انتيرير اند بوستيرير، وننتهي كليتنا بالبركنجي فايبر، فيبدي الامبلس بالاس اي نود وينتهي الامبلس بالبركنجي فايبرز. ناو ليش صارت الاس اي نود هي البيس ميكر؟ احنا تذكرون قلنا واحدة من خاصية الخلايا مالت الهارت هي الاوتوماتيسيتي،
فالخلية اللي بيها self excitation أعلى من غيرها هي تصير البيس ميكر مالت الهارت. شنو معنى هذا الكلام؟ بمعنى إنه الأس أي نود هي أكثر مكان يصير بي automaticity ويصير بي rate of impulse production اللي هو 60 إلى 100 impulse per minute اللي هي تعادل النبض مالتنا النورمال. النورمال pulse تعرفون الريت من 60 إلى 100. زين شي يصير الآن لو هاي الأس أي نود شوية صارت كسلانة إذا صار بيها ديزيز وإذا قلت الفايرنج impulse مالتها؟ إذا جينا هسه قصينا الأس أي نود أو صار بها انفاكشن أو ديزيز شي يصير؟ تشتغل other pacemakers تبدي عاد تطلع impulses إذا الأس أي نود ما اشتغلت. مين يجي من الأتريال تشو؟ لكن هذه الأتريال تشو كفاءتها ليس بكفاءة الأس أي نود. فالأس أي نود تعطي impulses من 60 إلى 100 بيت بير مينت، بينما الاتريال تشو تنطيها لكن بكفاءة أقل، تنطيها 60 إلى 80 بيت بير مينت أو فايرنج امبلسز سوري بير مينت. زين إذا الاتريال تشو ما اشتغلت أكو بيس ميكر جوا بعد راح ينزل للأي في جنكشن ممكن ينطي امبلسز، لكن أيضا هذا الأي في الأي في جنكشن امبلسز هي أقل كفاءة من الاتريال تشو اللي هي أقل كفاءة من الأس أي نود. اخيرا اذا ذني كلهم ما اشتغلوا راح تجي الامبلسز من البركنجي سيستم اللي هو اقل واحد كفاءه ويكون حدود 20 الى 40 فايرنج امبلسز بير مينت اللي هي تعادل البلس ريت. لذلك التشو اللي هي والهايست اوتوماتيسيتي الهايست ابيليتي اوف سيلف اكسايتيشن هو راح يكون البيس ميكر اوف ذا هارت. ناو هسه اريد عندكم تسووا لي فوتنج على الـ هذا السؤال، اريد تجاوبوني عليه وتقولوا لي which is true for you. The primary pacemaker of the heart, which is the primary pacemaker of the heart. اكو يمكم الشات اللي موجود على اليسار جاوبوني عليه بس اطبعوا الرقم الصحيح. أتوم 1, 2, 3, 4, 5 ياهم الرقم الصحيح اللي راح تشوفوا. Okay, simply it is the SA node. Simply it is the SA node اللي هو مثل ما قلنا 4. Okay, أكو واحد عنده أنا سؤال كل السهل شباب مو لكم بس أريد أشوف لا حد ينام وياي على الويبينار، اريد البقيه الكل تكون اونلاين لان موضوع الاي سي جي اليوم هو انترودكشن قد تشوفوه شويه ممل لكن تسمعوني شباب؟ دكتور علي تسمعني؟ نعم اوكي. اذا هو اربعه الاس اي نود، اس اي نود اللي هو البيس ميكر اوف ذا هارت. نعم إذا أجينا للليدز، ليدات إحنا قلنا جهاز التخطيط هو مثل الجلفانوميتر بي وأكو ليدات تربط على الجسم وهاي الليدات اللي هي تكون يا إما على اللمبس لمب ليد أو هي تشيس ليدز من محطوطة على السيرفيس أوف ذا بودي راح تنقل التيار الكهربائي إلى جهاز التخطيط. جهاز التخطيط بورق، هذا الورق راح ترسم عليه الويف وتتحرك بي مثل الستايلس مثل الأوبرا تمشي على الورق وترسم لي موجة وهاي الموجة بها شغلتين أريد دائما تذكروها بها amplitude وبها direction. زين مين دي يجي هذا الكلام؟ إذا اعتبرنا هذا lead ومحطوط على surface هذا هسه الأزرق اللي دا أشر عليه هذا lead ومحطوط على surface of the body سواء أنه محطوط على الرجل أو محطوط على chest ودي يجي تيار كهربائي باتجاهه. فمن يجي التيار باتجاه هذا الليد راح يرسم لي a positive wave بينما نفس الليد إذا التيار الكهربائي away from it راح يرسم لي negative lead. إذن القاعدة هنا اللي أخذها التيار الكهربائي من يجي باتجاه الليد راح يصير positive wave إذا كان يروح away from the lead راح يصير عندي a negative wave.
نعم هذا يرسم نفس الشيء البوزيتيف من يجي التيار باتجاه الليد راح يصير بوزيتيف ويف بينما اذا كانت الويف بدها تروح away from that lead راح ترسم عندي نيجاتيف ويف ليش هذا الكلام بدنا نركز عليه لان احنا من بدنا نربط الليدات على الايد رايت وليفت وعلى الرجل رايت وليفت وعلى تشيست بيا اتجاه راح يروح التيار الكهربائي مالت الهارت ذاك الليد راح يكون upward بينما الليدات اللي يروح away from it راح تصير downward او راح تصير negative نعم شنو هي انواع الليدات وكم ليد موجود عندي اكو عندي 12 ليد ولذلك التخطيط شنو نسمي احنا نسميه 12 leads ECG ليش سمينا 12 جاي من العدد لان هي 12 ليد 6 منها موجوده على الاطراف العليا والسفلى و6 منها موجوده على chest الليمب ليد اللي هي 6 ثلاثة منها باي بولر وهسه نحكي شنو باي بولر وثلاثة منها يوني بولر بينما على تشيس هي كلها يوني بولر تقيس من نقطة واحدة شباب بس بس ببساطة من نقول باي بولر يعني قياس فرق الجهد بين نقطتين اي وبي اي وبي من اقيس فرق الجهد بين نقطتين هذه باي بولر من اقيس الجهد في نقطة واحدة هو يوني بولر لذلك اكو عندي ثلاثة باي بولر اللي هي ليد 1 وليد 2 وليد 3 واكو عندي ثلاثة يوني بولر اللي هي اي في ار واي في ال واي في اف بس دول الستة هم وين موجودين؟ موجودين على اللمس الستة الثانية موجودين على التشيست اللي هي من في 1 الى في 6 متوزعين على الـ anterior chest wall هذا ممكن يمثل لي بعض الشغلات اللي بدي احكي عليها شوفوا lead 1 it is a bipolar limb lead بمن مربوط يربط الرايت arm بالليفت arm فاذا اقيس فرق الجهد الرايت عن الليفت arm بينما الفوت هنا تصير earth الرايت ليج دائما هي معزوله عن الباقين هم بس في لمس والرايت ليج اللي هي تكون نيوترال معزوله عن الباقين الاف راح تكون هي الارث اذا ليد 1 هو يقيس فرق الجهد ما بين الرايت ارم والليفت ارم والبوزيتيف ويف باتجاه منه الليفت ارم بمعنى ويف ده يجي بهالاتجاه فروم ذا ليفت تو ذا رايت اذا البوزيتيف ويف ليد 1 يقيس فرق الجهد is a bipolar limb lead يقيس فرق الجهد بين right arm والleft arm والpositive wave باتجاه left arm lead 2 it is also a bipolar limb lead يقيس فرق الجهد ما بين right arm and the left foot والpositive wave باتجاه left foot lead 3 it is a bipolar limb lead يقيس فرق الجهد ما بين the left arm and the left foot والpositive wave باتجاه the left foot إذا تلاحظون هنا 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 وهنا الـ AVF هي earth وهنا الـ right arm هي earth إذا ده يقيس للفرق بين نقطتين أما الـ augmented الـ augmented هاي الـ AVR والـ AVL والـ AVF الـ A بالبداية هي augmented هاي الـ A ليش؟ exclude the other limbs وأقيس فرق الجهد من نقطة واحدة مو من نقطتين ما داقيس بين نقطتين وإنما داقيسها من نقطة واحدة فإذا أكو عندي AVR وأكو عندي AVL وأكو عندي AVF هذه اللي هي ستة limb lead ثلاثة منها أعيد bipolar lead 1 lead 2 and lead 3 وثلاثة منها unipolar اللي هي AVR AVL AVF ستتهم هم limbs lead الchest leads يبدون من V1 إلى V6 هسه باخذ مكاناتهم يتوزعون هنا أقيس النقطة يعني الكهربائية في نقطة واحدة والنقطة الثانية هي الأرث همينة it is خلينا نقول عليها unipolar لكن chest leads now هذه الليدات شباب لازم تتذكرون بها ألوان الألوان لازم تحفظوها شلون؟ يعني اللي ينحط هنا تعرفون بالاي سي جي اكو مثل قراصات ملونه
تنحط على الأطراف ويشكل بها الليد. اللي دائما ينحط على الرايت آرم لونه أحمر، وعلى الليفت آرم لونه أصفر، وعلى الليفت فوت لونه أخضر، وعلى الرايت فوت لونه أسود. هاي الألوان يجب أن تحفظ. اللي تنحط على تشيست 6 من V1 إلى V6، V1 أحمر، V2 أصفر، V3 أخضر، V4 جوزي، V5 أسود، و V6 يكون purple أو بنفسجي. الاناتوميكال لاين مارك إخوان، نروح سريريا على المريض نشوف الجنكشن ما بين المانيوبريوم ستيرناي and the body of the sternum اللي هي الانجل اوف لويس. لا أشر عليها أنا هنا. الانجل اوف لويس، الانجل اوف لويس السبيس اللي جواها هي second intercostal space، انزل بعد third intercostal space، انزل بعد اللي هي fourth intercostal space. فأجي أخلي ال V1 بالfourth intercostal space just right to the sternum. Lead 2 أجي أخليه بالfourth intercostal space لكن to the left of the sternum, just left of the sternum يقابل ال V1. ال V2 وال V1 اثنيناتهم بالfourth intercostal space، واحد على يمين عظم القص، واحد على يسار عظم القص. ال V3 عفوه هسه. نروح من الفورث سبيس الى الفيفث سبيس. بالفيفث سبيس اروح بالميد كلافيكولار لاين اخلي ال V4. ال V3 يصير بين ال V2 وبين ال V4. بعدني بالفيفث انتركوستال سبيس اروح للانتيريور اكزيلري لاين اخلي ال V5 اللي هو الاسود. وبعدين اروح للميد اكزيلري لاين اخلي ال V6. يعني بالحقيقة بالفيفث انترسبيس اكو 3 chest leads 4 و 5 و 6 بس واحد ال V4 بالميد كلافيكولار لاين، ال V5 بالانتيرير اكزيلري لاين، ال V6 بالميد اكزيلري لاين، ال V1 and V2 اثنيناتهم بالفورث بس واحد على يمين الاسترنم وواحد على يسار الاسترنم، وال V3 هو ما بين ال V2 and V4. ويا شباب لو نعستوا لو تعبتوا لو اكو مشكله بالصوت دكتور علي؟ ماكو اي مشكله. اوكي نعم، نجي على ورقه التخطيط. شباب انتبهوا علي بهذا الكلام اللي راح احشيه هنا. اولا الورقه التخطيط هو ثيرمال بيبر. شو نقصد ب ثيرمال بيبر؟ يعني ورق حراري. شو نقصد ورق حراري؟ يعني يتأثر بالحرارة، لذلك هو موجود في داخل جهاز التخطيط. من تجي الشحنة الكهربائية تنتقل من سطح جسم الإنسان إلى الكابل إلى الجهاز، الجهاز بيجي الفانوميتر، راح تتحرك ستايلس أبرة تتحرك، وهاي الأبرة تحمى بالتيار الكهربائي، يعني على الكهرباء مربوطة، فترسم موجة. وين ترسمها؟ ترسمها على ورقة التخطيط مثل تشويها لورقة التخطيط، لذلك سميناها في ثيرمال بيبر. فهذا ورقة التخطيط من يتعرض للحرارة يصير أسود. لذلك شباب ورقة التخطيط لازم نحافظ عليه بعيد عن أي مصدر حراري، ولازم نحافظ عليه ما نخليه على الدشبول مال السيارة بالصيف مال العراق الحرارة تصير 70، لأنه كل التخطيط يصير أسود. دكتور علي وياي؟ نعم. زين. الآن هذا ورق التخطيط اللي سميناه ثيرمال بيبر. بي مقسم إلى خطوط طولية وخطوط عرضية. هذه الخطوط تسوي مربعات صغيرة جدا. هذه المربعات بالهوريزونتال بلين بالمحور الافقي تقيس وقت، تقيس تايم بالسكند او ملي سكند، بينما بالمحور العمودي تقيس فولتيه فولتج. لذلك اكو عندي تو اليمنتس الثيرمال اي سي جي بيبر والمجر. اولا المحور الافقي اللي هو الهوريزونتال يقيس لي تايم، المحور العمودي يقيس لي بيبر. المربعات اللي تتقسم في داخل هذا البيبر، اصغر مربع
بالمحور الأفقي هو 0.04 سكند. انتبهوا عليها بالتخطيط، أكو شغلات لازم تحفظوها ما بيها مجال، لازم تعرف كل مربع صغير هو يساوي هلقد بالوقت، لازم تعرف البي ويف هذا ارتفاعها هذا عرضها، الكيو ار اس كومبلكس هذه الويدث مالتها، أكو أرقام يجب أن تحفظ ما بيها مجال. You have to learn it by heart. لأن إذا ما تعرف النورمال ما تقدر تخمن which is the abnormal. الآن أصغر مربع موجود بالهوريزنتال أكسس هو 0.04 سكند، بمعنى كل خمس مربعات صغار يصير 0.2 سكند. أما بالمحور الفيرتيكال كل واحد مليمتر هو 0.1 ملي فولت، يعني العشر مربعات بالفيرتيكال أكسس هي تعادل 1 ملي فولت. نعم. هذا الـ ECG paper قدامكم، إذا تشوفون هذا المربع الصغير إذا أشر عليه هو يعادل 0.04 second، بينما هذا كل واحد بالـ vertical direction كل واحد 0.1 ملي فولت، فالعشرة يصير 1 ملي فولت. انتبهوا يا هنا لهذا مهم بعدين، كل خمس مربعات صغار تصير 0.2 second، يعني كل خمس مربعات صغار 0.2 سكند، كل خمس مربعات كبار لأنه 0.2 by 5 تصير ثانية واحدة، 1 2 3 4 5 هذول تصير ثانية واحدة 1 سكند. إذا 60 أضربها في 60 يعني 60 في 5 يصير 300، يعني كل 300 مربع كبير هو يمشي الـ ECG paper بالدقيقة، وهذه مهم لازم تحفظوه. نجي على هذا الـ ECG paper ونشوف شلون تقسيم المربعات به. هذا الويف اللي يرسم عندنا بالتخطيط PQRS T wave PQ PT sorry PRS and T etc. اللي يهمني هنا ناني كل مربع صغير من هاي المربعات هو 0.04 second، إذا ضربناه بألف حتى يصير ملي سكند يصير 40، لو أقيسه بالـ 0.04 second لو 40 ملي سكند. كل مربع كبير واحد هو 0.2 second، يعني كل خمس مربعات كبيرة يصير 1 second، وهذه مهمة جدا. نفس الشيء هذا شرح للي دا أقوله، المليمتر الواحد بالvertical direction هو 0.1 ملي فولت، بالhorizontal اللي هو 0.04 second. نعم. الليدات لازم احفظها، كل ليد ده يقيس فرق الجهد بين منه ومنه. ليد 1 يقيس فرق الجهد ما بين الرايت ارم والليفت ارم، احنا قلنا قبل شويه الليفت ارم هي البوزيتيف، اذا ليد 1 يقيس فرق الجهد ما بين ذا رايت ارم اند ذا ليفت ارم اند ذا بوزيتيف سايد باتجاه الليفت ارم. شنو معناته؟ معناته التيار ده يجي من جهة اليمين إلى اليسار. أما lead 2 هو ده يجي يقيس فرق الجهد ما بين الرايت arm والليفت ليج، والتيار ده يجي باتجاه الليفت ليج، يعني الليفت ليج يصير positive بالlead 2. lead 3 ده يقيس فرق الجهد ما بين the left arm and the left leg، وهم من الليفت ليج هي تكون positive. هذه بالنسبة للبايبولر limp lead. إذا إجينا على اليونيبولر ليمب ليد أكو عندنا أي في آر اللي هو مثل ما قلنا عليها أوغمنتد، أوغمنتد هي تقيس من نقطة واحدة اللي هي الرايت آرم، والأي في إل يقيس من نقطة واحدة اللي هي الليفت آرم، والأي في إف يقيس من نقطة واحدة اللي هي الليفت فوت. هذولا ثلاثة يونيبولر ليمب ليد. ترى علي الصورة والصوت واضح؟ نعم. أوكي. هذا الصورة أيضا تمثل لكم أنا اللي حكيته أخوان، رجاء هاي الأمور تحفظوها حتى تعرفون الويف بيا اتجاه دي يروح، ويا ليد يكون بوزيتيف دائما ويا ليد يكون نيجاتيف دائما. شوفوا الليد 1 ما بين الرايت آرم والليفت آرم والبوزيتيف باتجاه الليفت آرم، الليد 2 رايت آرم
left leg, the positive باتجاه left leg. Lead 3, left arm, left leg, will positive باتجاه left leg. هذه اللي هم bipolar limb lead. Now, the unipolar limb lead تقيس هنا بالAVR وهنا تقيس بالAVL وهنا تقيس بالAVF. اوكي فصار عندنا 6 limb lead 3 bipolar 3 unipolar. الان chest lead هاي حكيناها قبل شويه وقلنا عليها السايت مالتها من V1 الى V6 من V1 الى V6 وهذا كل واحد المكان عليه اعيد وبسرعه ال V1 fourth intercostal space to the right of the sternum ال V2 fourth intercostal space to the left of the sternum ال V4 راح يكون بال fifth intercostal space mid clavicular line ال V3 نخليه بين ال V4 وال V4 ال V5 fifth intercostal space anterior axillary line وال V6 fifth intercostal space لازم لكن راح يكون mid clavicular mid axillary line. Now هذه صورة الليدات اللي موجودة chest leads وتشوفوها توزيعها على chest من ال V1 إلى ال V6. تخيلوا شنو أهمية الكلام اللي دا أحكي الآن. ليش دا نقول هذا الموضوع؟ لأنه أنا من أقول V6 اللي هي موجود هذا هنا ال V6. إذا التيار الكهربائي دا يجي باتجاهها راح يرسم لي positive wave. في نفس الوقت اللي يرسم positive wave هنا هو دا يرسم negative wave هنا لأنه التيار دا يروح away from V1 باتجاه ال V6 وهنا من خلال الانتقال من V1 إلى V6 راح تشوفون بعد شوية شلون شكل الويف راح يتغير فمهم جدا أعرف اتجاه الويف من ميا اتجاه ليا اتجاه هسا انتبهوا علي هنا هذا كلش مهم وإلى clinical implication إذا تخيلنا هذا قدامنا مقطع للventricle وهذا هو left ventricle هذا هو right ventricle وهذا هو septum هنا ال V6 وهنا ال V1 زين انتبهوا علي هنا بهذه النقطة لأن هذه مهمة وحيوية التيار الكهربائي ورا ما ينتقل من الـ SA node إلى الـ arterial wall إلى الـ AV node إلى الـ bundle of His وبدت الـ right والـ left bundle وبعدين راح للـ Purkinje وتقلص الـ heart تقلص الـ heart الـ ventricle بالذات تقلص الـ ventricle بالذات السبتم بالبداية initial depolarization of the septum راح يكون from the left to the right initially أول ما يبدي السبتم يجي من left للright لذلك هل movement من left للright بما أنه راح تكون باتجاه هاي الليد راح يرسم لي initial positive wave اللي هي هاي هنا بما أنه هاي الwave ده تجي من left to the right هي away from that lead فراح تجين initial negative wave هنا شنو معناته؟ إذا أني من V1 إلى V6 راح يصير initial small r لأن positive wave هنا بينما راح تكون initial Q wave لأنه أول negative هنا ولذلك مستقبلا هاي ال wave هي physiological wave واللي نسميها physiological Q wave بعدين من يخلص ال depolarization of the septum يوصل للventricle بما أنه ال left ventricle هو more thick than the right ventricle فمعناته أنه بالdepolarization الحجم الباور الكهربائية اللي تنتج من تقلص البطين الأيمن الأيسر عفوا هي أكبر من حجم الشحنة الكهربائية الناتجة عن تقلص البطين الأيمن لذلك هي تكون تسحبها باتجاه منه باتجاه البطين الأيسر والليد اللي هنا الموجود راح يقيس a positive wave بينما الليد اللي هنا موجود راح يقيس لي a negative wave ولذلك راح يصير عندي ورا الانيشال ار هنا والانيشال كيو هنا راح يصير عندي negative wave اللي هي اس ان في 1 بينما راح يصير عندي positive wave هنا اللي هي ار ان في 6 وخلالها راح يصير انتقال من small r deep s الى r اكبر s شويه اقل
تكبر الار والاس يعني تقريبا يتعادلون، ذلك هذا اسميه ترانزيشنال زون، وراها تبدي الار هي دومينيتد. ليش؟ لانه الباور اللي قاعد تنتج من الليفت فنتركل هي هوايه اكثر من الباور اللي قاعد تنتج من الرايت فنتركل، فمحصله التيار الكهربائي تكون باتجاه الليدات اللي موجوده اوفر ذا ليفت فنتركل اللي هي موجوده هنا في 5 وفي 6، فراح يصير عندي هنا بوزيتيف ويف R كبيرة، بينما هنا نيجاتيف ويف S عميقة. هذا مهم لأن بي كلينيكال امبليكيشن. الآن توزيع الليدات على الجسم، راح كل واحد ينظر للهارت من زاوية محددة، بمعنى الليدات اللي موجودة بالانفيريور سيرفيس اوف ذا هارت من هي؟ هي 2-3 AVF. هذول الليدات الثلاثة من عندهم هنا موجودين أسفل الهارت، فأي تغيرات تصير بالinferior surface of the heart راح تبين بهاي الليدات الثلاثة. بينما الليدات اللي على chest wall من V1 إلى V4 هذا هو anterior surface of the heart. بينما الليدات اللي موجودة على lateral surface of the heart هنا من هي؟ اللي هي lead 1 والAVL والV5 and V6 موجودة على left surface of the heart. ليش هذا الحكي مهم؟ وشنو أهميته السريرية؟ إذا أنا أجي على تخطيط ألاقي تغييرات بال2-3 AVF، إيش أقول؟ أقول الinferior of surface of the heart is affected، وقد يكون مثلاً infarction، أقول عليه inferior infarction. بينما إذا شفت الليدات على lateral surface of the heart affected اللي هي lead 1 AVL V5 و V6 راح أقول أكو عندي lateral wall infarction، بينما إذا كنت V1 إلى V4 راح أقول anterior wall infarction، بينما إذا شفتها كل الليدات أقول extensive myocardial infarction، لأنه الليدات متوزعة داير مداير الهارت، لكن كل واحد يباوع على الهارت من زاويته، low inferior angle low anterior angle low lateral angle. Now هسه اريد voting على هذا ال question. اطبعوا بالتاسك بار اللي عندكم. اريد voting على هذا ال question. شباب قدامكم من ليش اخبط على الشاشه ما ادري، بس المهم اريد تقولوا لي هذا ال اللي دا اشوف تشوفوه قدامكم lead 2 measures the difference in potential ما بين منو من هالاوبشن right arm وleft arm right arm وleft leg left arm right leg left arm left leg. فاريد شباب تراوني ال okay. واضح هو الجواب انه lead 2 it measure هو bipolar limb lead و measure the difference in the action potential ما بين ال right arm and the left leg. Okay. نروح الآن إلى سلايد آخر اللي هي شكل الويفز. شكل الويفز وماذا تعني بالنسبة لنا؟ إخوان من ال SA نود تشتغل وتنطي شحنة كهربائية، وين تروح شحنة؟ قلنا بالإنتر أتريال وول، فيتقلص الأتريوم. من يتقلص الأتريوم راح ينطي ويف اللي نسميها بي ويف، اللي هي تمثل أتريال دي بولاريزيشن. فمن آني أجي أشوف بي ويف بالتخطيط أقول إذا الشحنة طالعة من الأس أي نود ومسوية كونتراكشن للأتريوم. إذا simple as that. P wave تمثل arterial depolarization. زين. ال PR interval اللي هي الانترفل من بداية ال P إلى بداية ال R.
هاي تمثل التايم اللي يحتاج لها الامبلس حتى ينتقل من الاس اي نود للمايوكارديوم الى البركنجي الى ان يوصل. يعني التيار من فوق الى جوا، التيار اللي يستغرق الوقت من الاس اي نود الى ان يوصل للبركنجي مايوكارديوم، هذا يمثل البي ار انترفال. وليش انا اتناقض هاي التفاصيل؟ لان اذا شفت البي ار انترفال برولونجد معناته صار عندي تاخير بالطريق، التاخير لو صار بالاتريا لو بالاي في نود لو بالبندل اوفيس لو بالرايت اور ليفت بندل. اذا شفت البي ار انترفال برولونجد. ناو الكيو ار اس احنا نسميه كيو ار اس كومبلكس، ليش؟ يتالف من 3 ويفز، هي مو ويف وحده، هاي ثلاثه كيو ان ار ان اس. هاي تمثل الفنتريكولر ديبولاريزيشن، الاتريا من تخلص طلعت بي ويف، الفنتريكول من يتخلص تطلع كيو ار اس. طبعا خلوا بالكم هنا نقطه مهمه، انت قد تشوف اكو بس ار، قد تشوف اكو بس اس، قد تشوف اكو ار و اس، وقد تشوف ثلاثتهم، بس بصوره عامه احنا نقول عليه كيو ار اس كومبلكس. وراها تجي عندي الاس تي سيجمنت اللي هي من بدايه نهايه الاس الى بدايه التي، وهذه السيجمنت اخوان كلش مهمه تكون ايزو الكتريكال. ايزو الكتريكال يعني تمشي بخط واحد ويا البيز لاين، لا هي صاعده ولا هي نازله، وسنرجع نقول ليش. زين من نوصل الى التي ويف، التي ويف تمثل فنتريكولر ريبولاريزيشن، استعاده البولاريزيشن مالت الفنتريكل، فنتريكولر ريبولاريزيشن. اذا بالتخطيط اكو عندي ثلاث محطات مهمه. المحطة الأولى اللي هي البي ويف اللي تقول لي it is sinus واتريال contraction. المحطة الثانية هي الكيو ار اس كومبلكس اللي هي تمثل ventricular depolarization. المحطة الثالثة اللي هي الventricular repolarization تتمثل بال تي ويف. نعم الويف اللي حكيناها قبل شويه وكنا اما انه تكون بوزيتيف هي ابورد او تكون نيجاتيف داونورد. السيجمنت هاي التعريفات لازم نعرفها ايش تعني. السيجمنت هي المسافه ما بين تو ويف، مثلا نقول اس تي سيجمنت. شنو معناته؟ اللي هي القطعه اللي موجوده بين التي وبين بين الاس وبين التي ويف. الانترفال اللي هي لينث اوف ويف سيجمنت. واكو عندي الكومبلكس، الكومبلكس من تكون مجموعه من الويفات سوا اللي هي اكثر شيء او الويف سوا مثل الكيو ار اس كومبلكس. ليش؟ تتالف من كيو وار واس. نعم اذا انا جيت الى تخطيط قلب شنو اللي علي انتبه عليه وشون ابدي بالسيستم مال قراءه التخطيط؟ طبعا المحاضره مال السيشن الجاي هي اكثر شيء على الريكوردينج اند ريبورتينج، لكن لا بس نذكر اوليات الموضوع هنا. اولا لازم تتاكد اخوان تتاكدون انه التخطيط موجود بالاسم وموجود بالعمر ومثبت عليه الوقت، هذا مهم جدا تدخل على ورقه التخطيط. اثنين لازم نتاكد انه الكونكشن مالتنا صحيح. شلون؟ ترى فريكوينتلي يصير مس ليد بليسمنت، يعني القاصه مالت الايد اليمنى تنحط على اليسرى واحد بمكان الاخ، يعني الايد اليمنى تروح الايد مالتها على اليسرى واليسرى على اليمنى، وبعدين راح ينطيني فد تشخيص مختلف تماما عن اللي هو المفروض النورمال. النقطه الثالثه اذا اول شيء الاسم مكتوب والعمر والوقت مالت التخطيط، الكونكشن اتاكد من عنده يكون صحيح، بعدين الكالبريشن. هسه نجي شنو معناته الكالبريشن، والنقطة الأخيرة اللي هي السبيد يعني السرعة مال ورقة التخطيط. أكو شغلتين بالجهاز لازم أتأكد من عدها، سرعة الورق اللي هي لازم تكون 25 مليمتر بير سكند، والكالبريشن. الكالبريشن اللي هي توحيد القياس بالنسبة للويف. وهسه نجي نشوف شنو معناته. اي تخطيط تريد تقراه لازم اكو عندك سيستم. السيستم مالتك اولا تتاكد من ثوابت اسم عمر وقت ربط صحيح، سرعه للتخطيط صحيحه، وكالبريشن صحيح. وراها ابدي اجي اشوف شنو الريت، شلون احسب الريت من جهاز التخطيط،
احسب الاكسس ديفيشن مالتي الموجود، احسب اشوف الريذم مالتي هل هو ريجولار اور ايريجولار، وبعدين اروح على الويفز ابديها بالويف والكيو اس كومبلكس والتي ويف وبعدين الانترفال اند سيجمنت. اول ويف، the first wave irrespective of its polarity هي البي ويف. اول ويف ليش؟ لانه هي يطلع انت عندك الاس اي نود، والاس اي نود راح يصير بيها discharge، فمن discharge راح يتخلص الاتريا، الاتريال depolarization تطلع عندي بي ويف. فاول ويف بالتخطيط هي البي ويف اللي هي تمثل اتريال depolarization. اخر ويف بالتخطيط المفروض هي التي ويف اللي تمثل ventricular repolarization. اول positive wave ورا البي هي ار، انتبهوا هنا هي مهمه جدا. اول positive wave تيجي ورا البي هي ار، اول negative wave ورا البي هي كيو. يعني اني من تيجي عندي بي ويف، اذا اجت وراها positive wave هذه ار، اذا جت ورا البي negative wave هاي كيو. كل negative wave تيجي ورا الار هي اس. اعيد، اول positive wave هي البي ويف، اول positive wave ورا الـ P هي R، اول negative ورا الـ P هي Q، اول negative ورا الـ R هي S. فذلك يصير عندي Q Q R S. هذا قدامكم تشوفون الدايجرام اللي موجود، هذه الـ P wave، اول negative ورا الـ P هي Q، اول positive ورا الـ P هي R، واول negative ورا الـ R هي S wave. هذه الـ PR interval من بداية الـ P إلى بداية الـ R نسميها PR interval، وهذه الـ ST segment من بداية نهاية الـ S إلى بداية الـ T، وهذا هو الـ QRS complex QRS، وهذه هي T wave اللي هي الـ ventricular polarization. أكو نقطة مهمة هنا نسميها J point. الـ J point هي نقطة الالتقاء ما بين الـ ST والـ S. هذه الاس تي الجي بوينت اذا كانت هاي راح يكون عندي اس تي اليفيشن، اذا كانت لو راح يكون عندي اس تي ديبرشن، وهذه مهمه يا اخوان. هذه الاس تي سيجمنت. طبعا الكيو ار اس كومبلكس ديوريشن هم مهم وينقاس ايش قد لازم يكون، لازم احفظه. في بعض الاحيان ممكن تجي ويف نورمال ورا التي ويف اسميها اليو ويف، وسنشوف شنو اهميه اليو ويف ليتر اون. فأني ممكن يكون عندي أي شكل من هالأشكال، يا إما عندي بس R بدون Q، قد يكون عندي Q وراها R وما بيها S، قد يكون عندي ماكو Q لكن أكو R وأكو S، وقد يكون أكو عندي Q و R و S. كلها ممكن محتملة أشوفها بالـ QRS complex. كلها الصور ممكن تشوفوها، لا تخربطكم، ممكن حسب الحالة مالت المريض، حسب التشخيص السريري مالت المريض. دكتور علي وياي؟ نعم دكتور. اكو سؤال همين من البث المباشر. اوكي شنو السؤال؟ دكتور يقول ليش الـ R wave in V5 يكون اكبر من R wave in V6؟ لا ما يكون اكبر. في بعض الاحيان شوفوا هذا السؤال كلش مهم، very clever question. شوفوا اخوان، مهم جدا تمارسون التخطيط بايديكم. يعني انت تروح تخلي الليدات، تخلي الليدات ليد، اذا قلنا V5 وين قلنا V5؟ ال V5 قلنا عليه بال fifth intercostal space anterior axillary line، بينما ال V6 وين قلنا عليه؟ هو fifth intercostal space على ال mid clavicular line. انت ال ventricle اذا صار ب hypertrophy او كان الباور مالته generated power في منطقه ال V5 اكبر، راح نشوف احنا الار ويف اعلى من الفي 6. تعتمد على شكل الهارت. تعرفون الهارت من قاعد بالتشست وول، هو الهارت دائما يكون الابكس داون والبيس فوق، يعني شكله الهارت كوما 3 الشكل بير شيبت مثل العرموطه، القاعده فوق والابكس جوا. فانت اذا انحرف شويه الهارت لليسار راح يصير الفي 6 اكثر بوزيتيف من الفي 5، إذا شوية انحرف لليمين راح يصير الـ V5 الـ R wave مالته أعلى من الـ V6. بس بصورة عامة المفروض الـ V5 قد الـ V6
أو الـ V6 هو الأكبر. هذا القاعدة. إذا تلاحظون حتى هنا بالدايجرام هسا هذا السلايد اللي قدامكم راح تشوفون إنه إحنا من نبدي من الـ V1 إلى الـ V6 تبدي الـ R wave زيد 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 توصل ماكسيمم بالـ V6. في بعض الأحيان شنو اللي يصير؟ الليدات ما تنحط مضبوطة، ما تنحط في مكاناتها المضبوطة، لذلك ما تمثل الحقيقة مالت الهارت. وهذا مهم إخوان، مهم. إحنا دائماً التخطيط نسويه ممرضين والميديكال ستاف ما ندربهم، يخلي شلون مكان يعني حتى ما يقيس، ما يشوف الأنجل أوف لويس ولا يحسب السكند والثيرد والفيفث ولا يأخذ الميد كليفيكولر والأنتيرير كليفيكولر أو الميد ميد أكسيلري لاين، ما يأخذها، يخليها هذا زاردي، فما يطلع عندك التخطيط صحيح. لكن إذا الهارت جيومتري مالته شوية شفت تو ذا رايت سايد أو شفت تو ذا ليفت سايد، هذا قد يأثر على الأمبليتيود أوف ذا آر ويف. في بعض الأحيان تشوفون الآر ويف V5 أعلى من V6، ما تعني حالة مرضية. It is very normal condition. أوكي يعني؟ أوكي؟ دكتور علي؟ نعم. ماشي. هسه البروجريشن هذا مال V5 إلى V6 قلنا عليه small R in V1 tall R in V6. نوصل لل V3 نسميها transitional zone. لذلك النورمال إخوان chest leads من أجي على ال V1 أشوف small R deep S. أروح على ال V2 شوية ال R زادت والS قد تكون أعمق أو نفس الشيء. من أجي إلى ال V3 تقريبا يتساوون ال R ويا ال S. ولذلك أسميه transitional zone. من ال V4 وفوق تبدي ال R تأخذ أكثر وتقل ال S وتختفي ال S in V6. In a simple way. ال S هنا ليش قلناها ده صير S؟ لأنه التيار ده يجي away from the lead V1 باتجاه ال V6. لذلك إذا أجي هنا ألقي R أكثر من ال S أقول هذا abnormal in V1. ومن أجي in V6 أشوف أكو persistent S wave in V6 أقول هذا abnormal. فهذا هو النورمال وأقيس به. وهسه الآن إحنا راح نجي إلى clinical point مهمة جدا. شوفوا هاي قدامكم clinical point. دائما عليكم شباب شابات ليزعلون أنه focus on the progression of the R wave من V1 إلى V6. Normally قلنا small R باعوا من ال R صغيرة أسويها small letter بينما من كبيرة أسويها capital letter. نفس الشيء بالنسبة لل S. أكو small R deep S in V1 and gradually R wave increases in height and S decreases till we reach V5 or V6 where we have a small capital Q wave. وحكيناها قبل شوية لأنه السبتم depolarization يبدي من left to the right. لذلك يصير عندي Q wave بالليدات الموجودة على left side. هذا هو النورمال. شي يصير هسه إخوان باعوا وياي بهذا السلايد الابنورمال in the R wave progression. إذا أجينا على هذا ال ECG هذا 12 lead 1, 2, 3 R, L, F V1, V2, V3 V5, V4, V5, V6. إذا تلاحظون هنا من نجي على ال V1 ماكو R بس Deep S. V2 Deep S. V3 Deep S. V4 لحد الآن ماكو R wave. بتلاحظون بدت R wave صغيرة in V5 وبدت R wave همين صغيرة in V6. مو هذا المتوقع. Then something is abnormal here. هذا نسميه poor progression of the R wave. هنا صار عندي poor progression from V1 إلى V6. From V1 إلى V6 أكو poor. أكو something wrong. هذا مو usual. إذن من نشوف هنا نقول عليه poor progression of R wave from V1 إلى V6. بالحقيقة هذا intraseptal myocardial ischemia, ST elevation myocardial infarction. شنو بده يصير هنا اخوان؟ simply تعرفون بالمايوكارديا انفاكشن هو necrosis and death. من يصير death of the myocardium بعد ماكو مصل تا
تتقلص بقوة حتى تنطيني a powerful electrical activity. من ماكو electrical activity معناته ماكو generated electrical impulse. لذلك هنا نسميه poor progression of the R wave من V1 إلى V6. واحد من أسبابه، مو كل أسبابه، واحد من أسبابه هو myocardial infarction. في بعض الأحيان يسموها decapitated معدومة الـ R wave. Decapitated R wave because of myocardial infarction. إذن إحنا هنا من هالنقطة أكو clinical point مهمة لـ progression of the R wave from V1 إلى V6. واحد من أسبابها intraoceptal myocardial infarction. باعوا يا هذا التخطيط الثاني، هذا التخطيط بـ بس V1 في يعني بس جستيتس من V1 إلى V6. شنو الابنورماليتي بهذا التخطيط شباب؟ صفنوا بي هو البي. روحوا على ال V1، شنو البي؟ V1 شو بي؟ بي R wave prominent. المفروض مو هيك ال R wave in V1 صغيرة تكون. روحوا على ال V6، شنو البي؟ بي persistent S in V6. هذا abnormal، مو هذا النورمال بروجريشن اوف ذا ار ويف اللي يجي من V1 الى V6. فهنا اكو عندي prominent R wave in V1، واكو عندي deep S in V6. هذا الـ ECG ايضا 6، هذا اللي يصير عندنا بالرايت ventricular hypertrophy. هذا second cause of abnormality of the progression of the R wave from V1 الى V6. اوكي نروح لهذا السلايد. اذا جينا لهذا السلايد شباب وركزوا لي على الفيات من V1 الى V6 وشوفوا لي البروجريشن from V1 الى V6. اذا تلاحظون هذا البروجريشن من V1 الى V6 راح تشوفون small r deep s 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 كله وكأنما ماكو progression of the R wave من V1 إلى V6. لكن لو تلاحظون شيء ثاني أيضا بهذا الـ ECG abnormal، شنو هو؟ انتبهوا على الـ AVR. شبيه الـ AVR؟ الـ AVR هسه نجي ناخذه بس هنا خلوه بالكم دائما هو من الليدات اللي هو نيجاتيف. ليش؟ الاي في ار كل الويف اواي فروم ات، يعني الاي في ار هو ده يقيس من الرايت شولدر، احنا التيار الكهربائي كله ده ينزل اواي فروم ات، فا almost all the time الاي في ار يكون نيجاتيف. الاي في ار يكون نيجاتيف يعني بمعنى بي تي ويف انفرشن وبي ديب اس سوري بي ويف انفرشن وديب اس اند انفرتد تي ويف كله نيجاتيف. من تشوف الاي في ار اي في ار بوزيتيف ذير از سمثينج اب نورمال. مو بس هاي البي ويف، يعني هذا المريض ايش عنده؟ بور بروجريشن فروم ذا ار ويف فروم في 1 الى في 6. سوري هاي خطا، هذه مو ديكستروكارديا. دقيقة بس. أوكي إخوان، هذا التخطيط تشوفون poor progression from V1 إلى V6. روحوا على الـ AVR راح تشوفوا positive AVR. زين روحوا على الـ P wave راح تشوفوها الـ P wave inverted in lead 1. الـ P wave دائما تكون positive in lead 1. إذن هنا من تشوفون هيجي تخطيط أكو واحد من احتمالهن. ارجع اعيد، اجيت انت على تخطيط لتشوف poor progression من V1 الى V6، روح على AVR شفت AVR positive، روح على ال P wave شفت ال P wave inverted، هذا dextrocardia. لو نفس هذا ال ECG لكن normal progression from V1 الى V6 راح يكون wrong connection. هسه ناخذه بال lead misplacement. اذا النقطه اللي نتعلمها اخوان هنا من اجي على تخطيط اشوف poor progression from the R wave from V1 الى V6، اروح على الـ AVR اذا شفته positive
أروح على الـ P wave إذا شفتها inverted هذا dextrocardia. بينما إذا إجيت على الـ AVR positive و P wave inverted لكن الـ V1 normal إلى V6 هذا lead misplacement غلط مربوط lead right hand بال left hand و frequently إخوان frequently تشوفون هذه الحقيقة موجودة عندنا بتخاطيطنا اليومية و frequently إذا أنا بسهولة أشخص بهذا المريض كأنما أكو عندي Q wave in lead 1 وأكو عندي Q wave in AVL وأقول هذا myocardial infarction lateral بينما بالحقيقة هو wrong connection. إذن أكو عندي حالتين لازم أفرق بيناتها dextrocardia عن wrong connection. الفرق كما يلي اثنيناتهم بهم P wave inverted in lead 1 اثنيناتهم بهم positive AVR لكن بالدكستروكارديا أكو poor progression of R wave from V1 to V6 بينما بالليد misplacement يكون normal progression of R wave from V1 إلى V6. Now, if we look to this ECG. إخوان, إحنا هواي نشوف مرضى عندهم chronic obstructive airway disease, عندهم أسمى, عندهم إنفيزيما, عندهم heavy smoker. إذا جينا على chest lead باعوا هنا V1, V2, V3, V4, V5, V6 همنا دا نشوف poor R wave progression. Poor R wave progression. واحد من ال causes of poor R wave progression هو chronic obstructive airway disease. إذا نريد نعيد الأسباب اللي يصير عندي poor progression from R wave of R wave من V1 إلى V6 Antroceptal myocardial infarction, dextrocardia, chronic pulmonary disease. راح يصير عندي poor progression of R wave. بعدين راح ناخذها in a separate في آخر session ECG and systemic disease. بس خل أجيب معكم. المهم هنا أنا الأيد تتعلمها. دائما نروح على chest leads وشوف لازم أكو عندك normal R wave progression من V1 إلى V6. إذا ما لقيت هذا ال R progression أكو abnormality دور عليها. Now إذا إجيت على التخطيط وشفت عندي أو السيستم مالتي شون راح يكون. تذكرون قلنا أولا اتأكد من ال age والname والdate of the ECG. اتأكد من speed مال paper. اتأكد من ال calibration. بعد تبدي تقيس ال rate. ونشوف الريثم وبعدين نشوف الاكسس and then نجي على الويفز اللي هي البي ويف والكيو ار اس والتي ويف بعدين نجي انترفل اللي هي البي ار انترفل واكو عندنا كيو تي انترفل والكيو ار اس ديوريشن لازم نشوفها وبعدين نشوف اكو ابنورمال او ماكو ابنورماليتي اذا هاي الستبس لازم تمشي وحده ورا الاخ هذه هي اللي نسميها سيستم اوف ريدنج ذا اي سي جي System of reading the ECG. هذا قدامكم تشوفوها على كيفكم حتى يمثل لكم باعوا هاي الـ P wave اللي قلنا عليها الـ positive deflection واللي هي تمثل الـ arterial depolarization. بعدين أكو عندي PR interval وشون أقيسها من بداية الـ P إلى بداية الـ R. أول negative wave وراء الـ P هي الـ Q. أول positive وراء الـ P هي الـ R. S. And then we have the J point. ST segment should be isoelectrical point and then we will have the T wave وبعدين أكو عندي QT interval من بداية Q إلى نهاية T في بعض الأحيان أكو عندي U wave هذه ال wave مال ECG اللي أنا لازم أقرأها بالسرة واحدة وراء الأخرى بالمناسبة لازم أحفظ أرقام بال ECG الأرقام دكتور علي تسمعوني الأرقام اللي تشمل الـ P wave إش قد الـ height مالتها إش قد الـ width الـ PR interval إش قد الـ Q wave شن هي physiological شنو pathological الـ QRS duration إش قد الـ ST segment isoelectrical لو ST elevation لو ST depression الـ T wave flat T wave or up شو نحسبها الـ U wave موجودة أو ما موجودة هذه لازم أنا أعرف شنو النورمال إخوان حتى أقيس الأبنورمال تذكرون بالسيستم مع قراءة الـ ECG شفنا إحنا عندنا الأعيد أنا دا أعيد أكثر من مرة حتى اللي بعده بالجنر بالتخطيط يكون وياي أخ name الـ age
تاريخ أخذ التخطيط and then calibration. تذكرون قلنا الكاليبريشن مهم جدا. شنو هذا الكاليبريشن؟ جهاز التخطيط يرسم لك هذا القياس، يقول لك ترى إذا أقيس على 1 ملي فولت كل 10 مربعات صغار بالاتجاه العمودي هي 1 ملي فولت، 10 مربعات صغار بالفيرتيكال دايركشن 1 ملي فولت. من هذا يرسم هذني كلها مأخوذة على قياس 1 ملي فولت. وليش هذا الكلام اللي دا أقوله مهم؟ باعوا أخوان. إذا الجهاز دا يرسم لك مربع واحد مو مربعين، vertical اللي هو 1 سنتيمتر اللي هو 1 ملي فولت، فأنت دا تقيس شكل الويف على 1 ملي فولت. إذا قستها على نصف ملي فولت كل الفولتية مالت التخطيط راح تكون قليلة. وإذا قستها على دبل ملي فولت يعني 20 مو 10 كل الفولتية راح تكون exaggerated. مالتي الويفز مهمة بالنسبة لنا لأن ممكن نشخص عليها ventricular hypertrophy، أو بالعكس إذا كانت لو راح نقول عليها low voltage ECG، low high voltage، low voltage ECG. فضروري جدا أني أتأكد أنه الكاليبريشن هو 1 ملي فولت أو 10 ملي متر أو 1 سنتيمتر بالvertical direction. وهذا جهاز التخطيط بدقمة نص وبدقمة 20 وبدقمة 10 يعني 5 10 20 5 يعني 0.5 ملي فولت، 10 يعني 1 ملي فولت، 20 يعني 2 ملي فولت. كل واحدة لها استخداماتها. الستاندرد هو العشرة اللي هو 1 ملي فولت. شوفوا هنا أنا الإفكت of calibration on the ECG wave. إذا أنا أخذت calibration half الويف راح تكون صغيرة، وقد أشخص غلط low voltage ECG. إذا أخذت calibration double راح أشخص high voltage ECG LVH، بينما الكاليبريشن الصحيح هو 10 مليمتر 1 ملي فولت. هذا هو الكاليبريشن الصحيح. لذلك الكاليبريشن الأول اللي هو حيكون، ليش الكاليبريشن مهم؟ الهاي فولتج ممكن انديكيتنج الهايبرتروفي، واذا اني ما اخذ دبل معناته غلط. واللو فولتج ممكن قد تشخص بريكارديال افيوجن او تشخص انفيزيما او اوبيسيتي، وبالحقيقه اني عندي غلط بالكاليبريشن مالتي. لذلك لازم الكاليبريشن يكون صحيح. يعني الكاليبريشن مالتك لو راح يعطيك هايبر او يعني هاي فولتج او لو فولتج اذا هو مو صحيح. فلازم تتاكد الكاليبريشن 10 مليمتر بالفيرتيكال دايركشن او 1 ملي فولت. ناو هاي كلينيكال بوينت الثانيه اللي اريدكم تتاكدون من عندها، لانه تشخيصكم للهايبرتروفي او لو فولتج اي سي جي يعتمد على الفولتيه. واذا الكاليبريشن مالتك مو صحيح صار عندك خربطه بالفولتيه، فانتبه دكتور لهاي النقطه. ناو اريد هسه تجاوبوني على هذا ال The statement is true. The usual ECG paper 50 millimeter per second. The usual ECG calibration 0.5 millivolt. The PR interval is the time needed for the impulse to travel from the AV node to the Purkinje fiber. T wave represent ventricular repolarization. QT interval. Sorry, hadi sarat. The QT interval represent ventricular depolarization. يلا شباب أريد فوت على هذا الموضوع. Okay. اوكي سمبلي انه الصحيح انه التي ويف ريبريزنت ذا فينتريكولار ريبولاريزيشن هو الصحيح. السبيد 25 مو 50، الفولت كاليبريشن 1 ملي فولت مو نص، البي ار قلنا عليه من الاس اي نود مو من الاي في نود للبركنجي، الكيو تي انترفل هي ريبريزنت فينتريكولار ديبولاريزيشن اند ريبولاريزيشن. يعني كيو ار اس هي الكيو تي مين من بداية الكيو إلى نهاية التي،
فيتمثل ventricular depolarization and then repolarization. اوكي. الان الكونكشن حكينا عليه وقلنا الاحمر يكون على الرايت هاند والاصفر يكون على اللفت. Now what happened if the right hand lead is placed on the left hand? هذه حكيناها قبل شويه. قلنا اولا راح يكون عندي بي ويف انفرتد. النقطه الثانيه مثل ما قلت لك روح باوع البروجريشن اوف ار ويف من في 1 الى في 6 راسا تروح على الاخوان. ارجع او اكرر باوع البي ويف ان ليد 1 باوع البي ويف ان ليد 1 البي ويف ان ليد 1 لازم تكون ابرايت لازم تكون بوزيتيف. اذا شفت البي ويف ان ليد 1 نيجاتيف ليد مس بليسمنت. طبعا قد تكون ديكستروكارديا شيناها قبل شويه لكن قد تكون lead misplacement. لذلك إذا شفت ال P wave inverted in lead 1 روح الخطوة الثانية على ال AVR. إذا شفت ال AVR positive هو المفروض يكون negative عندك. إذا عندك واحد من احتمالين لو هو wrong connection لو هو dextrocardia. حتى أفرق بين الاثنين أروح إلى ال V1 إلى V6 R wave progression. إذا شفت normal progression from V1 to V6 بالR wave هذا wrong connection lead misplacement. إذا شفت poor progression of the R wave من V1 إلى V6 هذا dextrocardia. هذا حتى يساعدك على التشخيص. إذا أكو lead misplacement راح يصير عندي أعيد inverted P wave in lead 1 positive AVR normal R wave progression from V1 إلى V6. هذا بالضبط example of wrong connection. اولا عندي inverted P wave in lead 1 باعوها inverted. جيت على ال AVR دا اشوفها كلها positive ودا اجي على ال R wave normal R wave progression دا يزيد من ال V1 الى ال V6. اذا هذا wrong connection. بسهولة من اشوف اي واحد يباوع قد يقول دكتور ترى هذا عنده infarction bleed 1 اكو Q wave و AVR اكو Q wave اللي هي نيجاتيف. هذه هنا نيجاتيف بينما بالحقيقه هو wrong connection. اوكي هذا هو lead misplacement. اوكي نجي الان الى شلون نقيس الهارت ريت من الاي سي جي. شباب وياي اوكي لو نمتوا تعبتوا شلونكم؟ تو علي اسمعني؟ نعم دكتور. اوكي تعبتوا لو بعدكم؟ اوكي راح نمشي بالليد قراءه تخطيط. النورمال ساينس ريذم من نقول نورمال ساينس ريذم ايش نعني بها اخوان؟ S A node بدأت discharge impulses انتقل بالأتيريا تقلص الأتيريا depolarization صار عندي P wave. إذا انتقل بصورة صحيحة راح ينتقل من ال S A node لل A V node وإلى ال ventricle. فإذا راح تجيني P wave وراها راح تجي عندي P wave وراها Q R S T. معناتها ال impulse هو sinus بدأ بالاس اي نود وانتقل وصل الى المايوكارديا وصار تقلص. هذا هو النورمال. هذا النورمال باث بدأ بي كيو ار اس تي معناتها بدأ ساينس وانتهى بالفنتركل. هذا مهم جدا. اذا الويفز كلها كانت ريجولر يعني الار ار انترفل ريجولر اذا اقدر اقيس الريت بحساب بسيط. حتى لا اعقد الموضوع عليكم واسهل عليكم اكثر. انت شوف اكو بي ويف لو ماكو اولا. الخطوه الاولى. اذا اكو بي ويف هذا ساينس. زين هل كل بي ويف فولود باي كيو ار اس كومبلكس لو لا؟ اذا كل بي ويف فولود باي كيو ار اس كومبلكس معناتها انه الامبلس كوندكتد
in the usual pathway وسوى لي atrial and ventricular depolarization. بهيك حالة حتى أشوفها is it regular or irregular in the interval. يا إما أخذ ال RR أو أخذ ال PP أو أخذ ال S ويا ال S. المهم هنا أنا راح أخذ أني ال RR interval. ال RR interval أقيسها يا إما بالمربعات الصغيرة اللي كل مربع هذا 0.0 per second أو بالمربعات الكبيرة اللي كل مربع هو 5 مربعات صغيرة. الأسهل لكم إخوان هي تأخذون المربعات الكبيرة. أجي أشوف المسافة بين R والR wave شقد؟ من أجي أحسبها مربع كبير واحد مربع كبير اثنين، هنا أنا عندي مربعين ونص وهنا عندي مربعين ونص، يعني هم مربع ثالث. إذا صارت ثلاث مربعات كبيرة أقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة يطلع عندي الهارت ريت. إذا كان الهارت ريت ريجولر، أأكد إذا كانت الهارت ريت ريجولر تقدر تقيس الار ار انترفل وتقسم 300 عليها. إذا تريد تحسب المربعات الصغيرة الكبيرة تقسم 1500 على عدد المربعات الصغيرة أو 300 على عدد المربعات الكبيرة اللي هي ما بين R و R interval حتى نحسب الهارت ريت. فشوفوا هنا هسه هاي الهارت ريت اللي بالفوق، إذا نشوف هذه R وهذه R وهذه R. كم مربع كبير؟ مربع كبير واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا 300 على أربعة يصير الريت 75. إذا جينا على هاي الجوة أكو مربعين كبار بين الـ RR interval، إذا أقسم 300 على 2 الريت مالتنا راح تكون 150. وهذه أسهل طريقة لـ regular. إذا عندي الـ heart rate شفتها regular and there is a QRS complex for every P wave، هيك حالة أشوف المسافة بين الـ RR interval أو الـ S والـ S شقد المسافة بالمربعات الكبيرة أقسم 300 عليها، بالمربعات الصغيرة أقسم 1500 عليها. هذا قدامكم example. هنا عندي تقريبا ثلاث مربعات كبيرة، واحد اثنين ثلاثة، 300 على ثلاثة يطلع تقريبا الـ heart rate مالتي تقريبا 100. بس شنو الـ request هنا عندي المهم؟ request المهم it is a regular and there is P wave. ذا تلاحظون اكو P wave لكل QRS complex. هذا جدول يقول لك اذا اكو مربع واحد بين ال RR rate 300، اذا مربعين large square rate 150، اذا ثلاث مربعات مثل ما شفناها بالاكزامبل الريت 100، وهكذا 4 يصير 75، ال 5 يصير 60، ال 6 يصير 50 وهكذا. ايش قد مربعات كبيره بين الار ار انترفل او الاس والاس اقسم 300 عليها يطلع عندي الهارت ريت. ناو اذا كان عندي الريت ايريجولار ايش راح يكون الوضع؟ اذا الريت ايريجولار بهيك حاله صعبه احسب الريت من الار ار انترفل واقسم 30، هي غير منتظمه. فاذا كانت الريت مالتي ايريجولار هنا احسب المربعات الكبيرة أخذ 15 مربع، انتبهوا وياي، مثلا أحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هذه 15 مربع كبير، أشوف كم RR interval بيها، أحسب R بيها 3 أضربها في 20 example. شوفوا هسه هذا irregular، هذا هو atrial fibrillation والنبض مالتي هنا irregular، شلون راح احسب الريت؟ ايش قد اقول الريت in this example of atrial fibrillation؟ اجي من هنا هاي اخذ مربع الاول وهنا هذا مربع رقم 15، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مربع كبير. احسب كم ار ويف في؟ 1 2 3 4 5 اضرب 5 في 20 ابروكسيمتلي 100 الريت بهذا الاي سي جي. اذا عندي ستريب ريجولار اقسم 300 على المربعات الكبيره بين الار والار. اذا عندي ريت ريجولار اخذ 15 مربع كبير
واضرب اشوف احسب عدد الويفز الار ويف البي واضربه في 20 يطلع عندي عدد او ريت ابروكسيمتلي الهارت ريت ان ذس اي سي جي. نعم السؤال الاول اذا حلينا قلنا ايش قد الريت. السؤال الثاني الريذم. الريذم اللي هي النسقيه هل قاعد تيجي الريت او النبض واحد ورا الاخر بصوره منتظمه اور نوت. هنا راح نشوف هسه اريد تحسبوا لي الريت بهذا الاي سي جي. ها طلع قدامكم انتو وخش ايش قد الريت بهذا الاي سي جي. What is the rate in the following strip. يلا start voting. علي تسمعني؟ نعم دكتور. اوكي ايش قد الريت هسه تشوفوا. اذا تلاحظون بس اقول لكم شيء واحد باعوا اكو بي ويف لكل كيو لكل ار بي ار بي ار بي ريجولر. المسافة منتظمة مربع مربعين واحد اثنين هنا تقريبا اثنين تقريبا اثنين هنا اثنين اذا هو ريجولر. فاذا اطبق المعادلة اقول 300 على اثنين ايش قد راح يطلع الريت 150 بيت بير مينت. هذا ستريب بي ريجولر ريت. ناو الستريب الثاني ده تشوفوه ريجولر واضح جدا انه اتس نوت اتس ايريجولار. شو راح احسب الريت بي؟ راح احسب الريت بي اخذ 15 مربع مربع كبير واحسب كم ار ار انترفل بي ب 1 2 3 4 اضرب 4 4 في 20 راح يطلع تقريبا الريت تقريبا الريت 80 تقريبا الريت 80. اذا هاي طريقه حسابة الريت اذا كان ريذم regular او اذا كان rhythm irregular. نيجي الان على الانديفيدجوال ويفز. الانديفيدجوال ويفز اللي قلنا عليها P والQ والQ R S والT. اخوان اريدكم تحفظون هذا البوينت. البي ويف هاي حفظوها المكتوب بالاحمر. البي ويف لي ديوريشن مالتها 3 سمول سكوير ماكسيمم ماكسيمم ديوريشن 3 مربعات صغار يعني 0.12 سكند. هو 2.5 مليمتر ودائما البي ويف بوزيتيف ان ليد 1 ان ليد 2 بينما ات از نيجاتيف ان اي في ار. دائما اي في ار كله نيجاتيف. رايت اور ليفت اتريال انلارجمنت او it is اما رايت او ليفت اتريال انلارجمنت حسب القياس مالت الويث ان هايت. هذا الرقم لازم ينحفظ. شوفوا هنا اذا كان الهايت عالي اذا اكثر من 2.5 مربع بالارتفاع الفيرتيكال بالفيرتيكال دايركشن راح نسميها بيبل مونالي. البيبل مونالي وين نشوفها؟ بالبرمنري هايبرتنشن. مريض عنده أسمة او عنده برمنري امبولوز برمنري فايبروسيس راح يزيد الضغط بالشريان الرئوي وينعكس الضغط على ال رايت فنتركل اند ذن رايت اتريوم وتطلع عندي هاي البي ويف من برمنري هايبرتنشن. اما اذا الويدث مالت البي ويف كان اكثر من 3 مربعات صغار وبيها نوتش بالنص هذا اسميه بي مايترالي اشوفه بالمايترال بول ديزيز سواء كان ستينوسيس ار ريجرج وياها انلارجمنت اوف ذا ليفت اتريوم. اذا شيب اوف ذا بي ويف از ويل از ذا هايت اند ذا ويدث ار امبورتنت ان دايجنوسيس اوف سيرتن كلينيكال بروبلمز. ناو PR interval تذكرون من عرفنا الـ PR interval قلنا هي المسافة اللي تبدي من بداية الـ P إلى بداية الـ R وهي الفترة الزمنية اللي دي يأخذها الإمبولس حتى ينتقل من الـ SA node إلى الـ ventricle. هذه الـ PR interval the shortest PR interval is 3 millimeter يعني 0.12
الو 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 تسمعوني؟ نعم دكتور دنس. كل صار قطع شويه اخوان اذا قاعد تسمعوني علي انت مونيتر الشباب ويانا دكتور علي نعم شباب ويانا دي يسمعون دي يسمعون اوكي الكيو ار اس كومبلكس اخوان كلش مهم الكيو ار اس كومبلكس اللي يمثل فنتريكولار ديبولاريزيشن الديوريشن مالته مربعين ونص صغار لاني مربعات كلش صغار مو اكثر اذا زاد عن مربعين ونص صغار من يصير ثلاث مربعات صغار يعني يصير 0.12 سكند هذا اب نورمال معناته اكو كونكشن ديلي الو السلايد شير اختفى اذا تقدر تطلع من جديد برزنتيشن اوكي اوكي رجع هسه نعم رجع دكتور علي هسه اي رجع اي كنا نتكلم شباب رجع دكتور اوكي كنا نتكلم على كيو ار اس كومبلكس ديوريشن فيري امبورتنت تنتبهون على هاي النقطه احنا اجينا ركزنا على البي ويف راح اعيد بسرعه خاف صار قطع البي ويف اللي هايت مالتها مربعين ونص اللي ويدث مالتها ثلاث مربعات البي ار انترفل شورتست بي ار انترفل ثلاث مربعات صغار ماكسيمم بي ار انترفل خمس مربعات صغار جينا على الكيو ار اس كومبلكس الكيو ار اس كومبلكس مثل فنتريكولار ديبولاريزيشن اذا الديوريشن مالتها اكثر من مربعين ونص abnormal من يصير ثلاث مربعات definitely abnormal شنو معناتها معناتها اكو interventricular conduction delay التيار بدا ينتقل بالفنتريكل بصوره صحيحه معناتها اكو عندي pathology لذلك تقيسون هسه من اجي اقيس هذه الكيو ار اس كومبلكس باعوا وياي مربع واحد مربعين ثلاث مربعات اربع مربعات يعني 0.116 سكند هذا very abnormal هنا أنا خمس مربعات معناته 0.2 second this is definitely an abnormal now نجي على الفولتية مالت ال ECG أكو عندي high voltage and low voltage ECG هذه طبعا احنا ناخذها أكثر بالchamber hypertrophy بس أنتوا لازم تعرفون أنا قلت لكم شغلتين مهمة direction and the amplitude اللي هي الفولتية كلما تكون الفولتية أعلى معناتها أنه أنا أكو عندي chamber hypertrophy وإذا كانت هذه طبعاً إذا تشوفوها قدامكم إذا تشوفوها قدامكم إذا تنتبهون علي باعوا الكاليبريشن اللي موجود على أقصى يمين السلايد بتلاحظون الكاليبريشن دكتور علي إذا تشوفون السهم نعم إذا تشوفوا مربعين كبار يعني 1 ملي فولت إذا هذا الكاليبريشن معناته صحيح فمعناته إذا أكو عندي كاليبريشن صحيح 1 ملي فولت وشوف فولتية زايدة موجودة high voltage هذا قد تكون ventricular hypertrophy زين أنا خليت لكم هذا الكيس انتبهوا وياي حتى نربط المعلومات السريرية ويا معلومات التخطيط اجاكم مريض عمره 35 سنة عنده history of fever و anterior chest pain و progressive shortness of breath حتى آخر شيء بدأ يصير dyspneic اجيت فحصته انت شفت ضغطه لو 90 على 50 ملم مركري خليت ايدك على البولس سمول فوليوم بولس خليت سماعتك على الهارت شفت ديستنت هارت ساوندز من اسكلتيشن ديستنت يعني بعيده صوت القلب يعني يا دوب قاعد تسمعه انت مو 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 يعني مثل ما تسمع الهارت بشاب عمره 35 سنه زين رحت لللانج شفت اللانج بيزز ار كلير راح اراويكم هاي الصوره مال الايكوكارديوغرافي ان ذس بيشنت واضحه دكتور علي الصوره قدامكم نعم واضح زين راح ارجع اعيدها واعلق عليها باعوا
هذا الهارت ده أشر عليه، وهذا الإطار الخارجي هو البريكارديوم، thickened and shiny pericardium. فهذا المريض صار عنده pericardial effusion. هذا كل السائل هنا ده أشر عليه الأسود لونه، هذا كله مي صاير بين البريكارديوم وده يضغط على الهارت. فهذا المريض عنده pericardial effusion. باعوا الهارت شون يا جوب ده يتخلص، كأنما ده يتخلص بداخل كيس بمي. هذا إيش راح نتوقع؟ شنو التأثير على التخطيط إخوان؟ من هذا الهارت ده ينطيني electrical activity، لكن أكو فد حاجز بينه وبين البريكارديوم اللي هو الفلويد، وبالتالي راح شي يصير الويف على ما تجي توصل، على ما توصل الويف إلى chest wall راح يكون مسافة بعيدة. فش راح أتوقع الECG مالتي شي يكون؟ راح أتوقع الECG مالتي يكون low voltage ECG. low voltage ECG شون نشخص low voltage ECG؟ هسه هم ناخذها بالشامبر enlargement and chamber، خلينا نقول low voltage. low voltage ECG اخوان تروحون على lead 1 lead 2 and lead 3، تحسب ال R وال S سوا، ايش قد اكو R ايش قد S، bleed 2 ايش قد R وايش قد S، bleed 3 ايش قد R ايش قد S. هسه هنا lead 1 الآر مربع واحد صغير والأس مربع واحد صغير، يعني عندي اثنين. هنا أنا عندي اثنين آر واثنين أس، يعني عندي أربعة، وهنا أنا اثنين ستة. هنا أنا عندي ثلاثة آر تقريباً وواحد أس، أربعة عشرة. إذن الأس إن ليد وان، أس أن آر، أس بلس آر، وين؟ ليد وان وبليد تو وبليد 3. إذا كان مجموعهم أقل من 15 مليمتر فإن أنت عندك low voltage ECG. وبهيك حالة من أكو عندك low voltage ECG روح رأساً على الكاليبريشن. هنا كاليبريشن ما موجود وهذا غلط. إذا أشوف الكاليبريشن 1 ملي فولت مربعين كبار، إذا صحيح الكاليبريشن، إذا definitely أنا عندي low voltage ECG. حتى يكون low voltage ECG أكو إلا أسباب، يا إما advanced heart failure، يا إما obesity، يا إما انفيزيما، أو pericardial effusion مثل الكيس اللي شفناه قبل شوية low voltage ECG. بس إذا أنا ما متأكد من الكاليبريشن بهيش حالة الموضوع صعب أقول هذا low voltage، إذا ما أشوف، لأن قد يكون هو ماخذ نص فولت، يعني نص ملي فولت مو ملي فولت واحد ككاليبريشن. نعم نجي على الـ Q wave. شباب من تشوفون negative wave ورا الـ P، هاي نيجاتيف ويف ورا البي، اذا هاي النيجاتيف هي كيو. من يشوف اكو عندك كيو ويف لازم تفرق بين فيزيولوجيكال اند باثولوجيكال كيو ويف. نورمال فيزيولوجيكال كيو ويف حكيناها بالبدايه وقلنا عليها بيكوز اوف ذا سبتم ديبولاريزيشن، يصير فروم ذا ليفت سايد تو ذا رايت سايد، فنسميها نورمال سبتال كيو ويف. وين اشوفها هاي النورمال سبتال كيو ويف؟ اشوفها باللاترال ليدز اللي موجوده اون ذا ليفت سايد اوف ذا هارت، اللي هي ليد 1 واي في ال وفي 5 اند في 6. لذلك اذا شفنا كيو ويف اللي هي اول نيجاتيف ورا البي، ذا نيكست ستيب از تو ديفرينشيت فيزيولوجيكال فروم باثولوجيكال كيو ويف. اذا اجينا حتى نفرق هذا قلنا عليها السبتم، ينتقل التيار بالبدايه من الليفت سايد للرايت سايد، فالليدات اللي موجوده هنا ليد 1 اي في ال في 5 في 6 راح ترسم لي نيجاتيف ويف، لان التيار بيروح اواي فروم ذم. لكن صفه من صفات هذه الفيزيولوجيكال كيو ويف، واحده من صفاتها انه تكون اولا العرض مالتها الويدث مربع صغير واحد مو اكثر، والدبث مالتها هي اقل من ربع الار اللي وراها. So a physiological Q wave must be less than 1 millimeter in duration، يعني 0.04 second، and less than 25% of the following R wave. يا حتى اقول عليها physiological. زين وهنا هاي ده نرسم بنشوف ليش ده تيجي هنا Q wave، لأنه السبتم ده يصير depolarization from the left to the right side. Now, the pathological Q wave، لاحظوا هذه شو نقول عليها Q.
ليش هاي Q؟ لأن هي أول negative Q أول negative wave وراء ال P. لكن شبيها هاي ال Q؟ أولاً مربعين صغار بالwidth. بعدين هي أكبر من ال R wave اللي وراها. إذن it is a pathological Q wave. ومثل ما تعرفون ال pathological Q wave it is the hallmark of myocardial infarction. يكون عندي pathological Q wave. Now we come to the ST segment. ال ST segment اللي قلنا عليها هي ما بين ال S وال T wave ودائما تكون isoelectrical. إذا صار بها elevation أسميها ST segment elevation، وإذا صار بها depression أقول عليها ST segment depression. وهذه قدامكم تشوفون هذه هي ال isoelectrical line. ال ST segment هنا depressed تقريبا مربعين صغار below the isoelectrical line، بينما هنا تقريبا مربع ونص above the isoelectrical line. إذن انتبه كلش على الـ ST segment لأن دائما مربوطة على الإسكيميا ويا الإنفاكشن. هذا أيضا example نلاحظ به أكو عندي ST segment هنا تلاحظوها elevation ST segment elevation ST segment elevation، بينما هنا أكو عندي ST segment depression تلاحظوها هنا أيضا. Now نوع ال ST segment elevation اكو نوعين. واحد يكون concave upward اللي نشوفه بالpericarditis usually، والاخر يكون convex upward اللي نشوفه بالacute myocardial infarction pattern. هذه نقطة مهمة ركزوا عليها تحتاجوها بالمستقبل، اما concave او convex اذا كان ST segment elevation. نجي الان على T wave. T wave لازم اعرف T wave دائما تكون upright وين؟ يعني positive wave وين تكون؟ bleed 1 و bleed 2 ومن V3 إلى V6. هذا لازم تحفظون إنه الـ T wave اللي positive in lead 1 and lead 2 and from V3 إلى V6. دائما negative بالـ AVR. أرجع أقول هذا الليد الـ AVR كله negative. الـ P wave negative، الـ T wave negative، وأكو عندي deep S ماكو عندي R. Always negative. ال T wave ممكن تكون variable in lead 3 وبال F بال inferior، و V1 و V2 ممكن تكون variable. الشيب مالتها usually rounded، قد تكون peaked مثل الخيمة tented T wave بال early myocardial infarction. طبعا ممكن تكون عندي ايضا tented and tall T wave بال CVA والhyperkalemia. الQT interval، الQT interval هي تقيس المسافة من بداية الQ إلى نهاية الT، وهي تمثل ventricular re and depolarization. النورمال ما بين 0.32 second maximum 0.46 second. هاي لازم نحفظها. شو وقت تكون عندي prolonged QT interval أكثر من 0.46 second تصير بالheart failure، تصير بالhypocalcemia and certain types of drugs. همينة مهمة هنا هذه حساب الـ QT باعوها من بداية الـ Q إلى نهاية الـ T. طبعا أكو نقطة مهمة، الـ QT تتأثر بسرعة الـ ECG يعني الـ rate بالheart rate. لذلك ناخذ corrected QT interval. شلون نحسب الـ corrected QT interval؟ نقيس الـ QT ونقسمها على جذر الـ RR يعني الهارت ريت، فيطلع عندي الـ corrected QT interval. هذه لازم تذكروها. إذا أنت عندك برادكارديا ممكن يكون prolongation بالـ QT interval، وإذا أكو عندك تاكيكارديا تصير short QT interval، لكن لازم أعدلها ويا الـ rate بتقسيمها على جذر الـ RR مربع أو جذر التربيعي للـ RR interval اللي هي الهارت ريت. Now الـ U wave. Normally, we may have physiological U wave in certain leads, especially in V3. ممكن نشوف U wave. لكن ال U wave تكون كلش prominent إذا كان أكو عندي hypokalemia. أشوف T wave flattened و U wave prominent hypokalemia. ممكن تكون بها ال U wave. آخر فقرة من اليوم، طولنا عليكم هواية، لكن لأنه اليوم introduction لازم أكو معلومات حصلوها حتى نستخدمها بالdiagnosis، اللي هي شلون نحسب الأكسس. حسبنا الريت وحسبنا وشفنا الريثم وأخذنا الويفز لديوريشن مالتها الماكسيمم والمينيمم والانترفل المينيمم والماكسيمم. الآن شلون أحسب الأكسس؟
نقطة ثالثة rate rhythm and axis. الأكسس شنو معناته؟ محور كهربائية القلب. انتبهوا علي يا إخوان، أكو عندكم الأتيلية تتقلص ويتولد تيار كهربائي وباتجاه، الفنتركل تتقلص الرايت والليفت يتولد تيار كهربائي ويصير باتجاه. محصلة الأتيلية والفنتركل والتيار كله مالت الهارت راح يكون إلى محصلة باتجاه واحد اللي هو الأكسس، اللي هو وأكثرا هو يتولد من تقلص الفنتركل الرايت and the left. لذلك الكارديك أكسس is usually as a result of ventricular depolarization. فيكون الاتجاه مالته إذا إحنا قلنا الهارت بالتشست اتجاهها يا إما باتجاه الليفت سايد أو باتجاه الانفيريور أو باتجاه الرايت سايد، يعني فيسموه أكسس ديفيشن. أسهل طريقة عليكم حتى تعرفون الأكسس بيا اتجاه، تأخذ ليدات اثنين متعامدة. أسهل شيء عليكم تأخذون ليد 1 و IVF، لأن ذول الليدات اثنين متعامدين واحد على الله. هسه تشوفون شلون. شوفوا هذا الهارت، ليد 1 موجود على اليسار والدرجة مالته صفر، IVF موجود جوا والدرجة مالته 90، فهي متعامدين هذول الليدات. ليد 2 بالنص تقريبا والدرجة مالته 60. كلما كان الأكسس دي يروح upward وباتجاه يعني counter clockwise هو يروح left axis deviation، وكلما راح يروح الأكسس وراء الـ AVF بهالاتجاه يعني clockwise هو راح يكون right axis deviation. لذلك إذا أنا أعرف الـ lead 1 0 الـ lead 2 60 plus الـ AVF 90 plus أقدر أعرف الأكسس بسهولة مالت الهارت. إذا تشوفون الـ normal axis usually from minus 30 من هنا اللي هو اتجاه الـ AVL، الـ AVL minus 30 إلى plus 90، هاي معظمهم قسم يخلوه plus 110 بس أغلب الكتب تقول minus 90. فإذا الـ normal axis يكون ما بين minus 30 إلى plus 90، هنا كله normal. بس إذا كان باتجاه الـ lead 1 أكثر شيء هو قريب على الصفر، إذا كان أكثر شيء باتجاه الليد 2 هو قريب على بلس 60. كلما زاد عن التسعين بدأ يصير رايت أكسس ديفيشن، هنا كلما زاد عن الماينس 30 صار ليفت أكسس ديفيشن. في بعض الأحيان الليد كلش يجي للأكسس بهالمربع المربع الخالي فيسموه انديترمند أكسس، سواء أنه جاء اكستريم رايت أكسس ديفيشن ووصل لهذا المكان أو اجى extreme left axis deviation وصل هذا المكان، ذاك الوقت ما نعرفه. هنا راح يكون التيار positive باتجاه الـ AVR، هذا المكان الوحيد اللي راح يكون بـ AVR positive، ولا هي AVR usually it is negative in all normal ECGs. شوفوا هسه هذا example شلون راح احسب الـ axis في هذا التخطيط قدامي. اكو عندي lead 1 واكو عندي AVL. أعرف أني lead 1 0 بهالاتجاه وبهالاتجاه minus opposite minus 180 والAVF plus 90 بهالاتجاه وبهالاتجاه هذا هو minus 90 لأنه هذا عكسه. أجي على lead 1 شبي BR وBS، الR 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا 9 positive إيش قد negative 1 2 3، إذا 9 تروح 3 6، فأجي أخلي 6 مربعات بالاتجاه البوزيتيف، لأن هذا بوزيتيف أكثر من النيجاتيف، بالاتجاه البوزيتيف مال الليد 1 1 2 3 4 5 6، خليت كروس هنا. أجي على الأي في اف، الأي في اف كله بوزيتيف، كم مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، أجي أرسم 10 مسافات متساوية بالبوزيتيف سايد مال الأي في اف. أكمل المستطيل وتر المستطيل يكون هو الأكسس مالت this ECG. هذه أسهل طريقة أحسب بها الأكسس، أشوف الليد 1 والAVF، أروح على الليد 1 أشوف المحصلة مال الR والS باتجاه positive والنيجاتيف وأخليها باتجاه الليد 1، وأجي على الAVF أخليها باتجاه الAVF، أكمل المستطيل وأرسم. طبعا أكو عدة طرق أخرى لكن هذه أسهل طريقة سريعة للوصول إلى الأكسس. الآن شباب أريد تسوون فوتينج على هذا الـ دكتور علي وياي. نعم دكتور.
اوكي هسه قدامكم اخوان شوفوا لي هذا الاكسس خلوا بالكم الاكسس بلس النورمال من ماينس 30 الى بلس 1 الى بلس 90 اذا اخذنا الليد 1 واخذنا الاي في اف شو تقولون هذا ليفت اكسس ديفيشن رايت اكسس ديفيشن لو نورمال اكسس يلا اخذوا وقتكم انتبهوا على الليد 1 تقريبا بوزيتيف مربعين كبار وانتبهوا على الاي في اف تقريبا نيجاتيف مربع ونص تقريبا يلا شاب اختبر نفسك لا 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 تستحي واغلط انا اقول لك اغلط انا اقول لك سوي يعني هنا هو مكان التعلم شباب اوكي is this ECG هذا ممكن يجيك بالامتحان يقول لك هذا الاكسس احسب لي اياه قد او هذا المريض ليفت اكسس or right axis or normal axis شو تقولون عليه شباب ثلاثة وسبعين لحد الآن المجاوبين بعد still اكو okay اوكي سمبل اخوان اذا تلاحظون انتم على الاي سي جي بنكبر الصوره تكون فول اذا تلاحظون على الاي سي جي اذا اريد ارسم على الرسم السابق اللي سويناه هنا تقريبا عندي 9 مربعات صغار بوزيتيف بالليد 1 فراح اروح بهالجهه بالجهه اليمين ارسم 9 مسافات متساويه لين هذا الليد 1 من اجي على الاي في اف الاي في اف تقريبا مربع 8 مربعات نيجاتيف لي فوق يعني مو لي جوا راح يصير لي فوق فمن يصير عندي مستطيل upward الاكسس مالتك راح يكون والمحور مالته راح يكون تقريبا تقريبا minus 40 minus 35 تقريبا اذا هذا راح يكون الجواب الصحيح مالته سوري الجواب الصحيح مالته هو this patient had left axis deviation or this ECG has left axis deviation هذا هو الجواب الصحيح مالته left axis deviation. Now, نروح على الوراء. هذا عندكم ECG ثاني واريد تحسبوا لي الاكسس in this patient. Is it right axis deviation? Is it left axis deviation? Is it normal axis? Okay. اوكي فيري جود شطار 99 جابوا لحد الان هذا راح يكون راح يكون احنا عندنا الاي في اف تلاحظوا كله بوزيتيف تقريبا مربعين كبار بوزيتيف بالاي في اف راح يصير لي جوا بينما الاي في ليد 1 النيجاتيف مالته اكثر من البوزيتيف تقريبا مربعين كبار نيجاتيف وكو مربع ونص بوزيتيف اذا راح تكون الليد 1 هو على الليفت سايد يعني اذا رجعنا هنا الليد 1 راح يصير هنا هنا والاي في اف بوزيتيف فالمربع راح يكمل هنا فراح يصير الاي سي جي هنا شنو عندنا؟ رايت اكسس ديفيشن هسه راح يقول يعني دكتور هذا شو يفيدنا؟ احنا شو يفيدنا اذا عرفنا هذا الرايت اكسس ديفيشن اور ليفت اكسس ديفيشن اخوان بالطب اكو عندكم المعلومه تتجمع
الهيستوري از ذا مين بارت اوف دايجنوستس. الاكزامينيشن راح يضيف لك الانفستيجيشن تجمع الصوره ويا صوره الهيستوري والاكزامينيشن. فاذا على سبيل المثال راح اعطيكم مثال مريض عنده علي تقدر تسوي لنا فوت دكتور علي دكتور بس تقدر تسويني هوست اقدر اسوي لك اوكي ما اعرف شلون اسويها نهاو الان اخوان احنا البرزنتيشن مالتنا خلص طبعا اداويكم هاي الورد يعني زرعته هاي بحديقتي تراها وكاميرتي انا مصوره اليوم تعبناكم تقريبا احنا almost ساعتين وياكم على الهواء ان شاء الله تكونون استفاديتوا اليوم بس انا اريد اكون يعني نحكي على الشغلات الاخرى اللي جايه اولا summary of today the ECG is an important tool in the diagnosis of many clinical problems. The second point, the ECG should be read in the background of the clinical history and examination. ثلاثة, the ECG be standardization. لازم تتأكد بالتخطيط منتجي. أولاً لازم تسوي تخطيط بإيدك. اثنين, لازم تعرف المشين, تدخل اسم المريض والوقت والتايم. ثلاثة, تتأكد من الكونكشن والليد بليسمنت صحيح. الليدات اللي عندنا بالمريض 12 ليد 6 لمس و6 تشست اللمس 3 باي بولر 3 يوني بولر التشست 6 تتقسم على تشست وول الليدات تباوع على الهارت من مختلف السيرفيسز انتيرير انفيرير اند لاترال الاي سي جي بي البيبر سبيد لازم تتاكد من عندها وتتاكد ايضا من الكالبريشن اللي هو 1 ملي فولت ثلاثة تيجي على الـ types of wave الـ P والـ Q والـ R والـ S والـ T وأكو عندك الـ PR interval وعندك الـ ST segment وعندك الـ QRS وأكو عندك الـ QT interval بعدين أكو عندك تقدر تحسب الـ rate تحسب الـ rate وتحسب الـ rhythm تشوف الـ rhythm regular or irregular وبعدين تشوف الاكسس تحسب الاكسس تاخذ ليد 1 واي في اف متعامدين وتشوف الليد 1 والاي في ال بوزيتيف نيجاتيف تاخذ الصم مالتهم تخليها على المحور الاكس والواي تكمل المربع او المستطيل تاخذ الاكسس المحصله مالتهم هي تكون الاكسس اوف ذا هارت اليوم يعني خلصنا الانترودكشن السيشن الجاي ان شاء الله راح يكون باكر دكتور علي وياي انت على نعم دكتور اذا الكل تسمعوني انا افضل احنا ممكن نسوي يوميه بس اعتقد يوميه يصير لود عليكم افضل يكون كما يلي اليوم السيشن الاول خميس باكر الجمعه راح يكون السيشن الثاني السيشن الثالث يوم الاثنين حتى اكو فتره تقرون بها مال السبت جمعه الخميس والجمعه والرابع والخامس يصير خميس وجمعة جاي بمعنى من الخميس للجمعة وراها نخلص الخمس يوصلكم البرزنتيشن من دكتور علي مع الباتشر وباتشر بنفس الوقت راح نلتقي على الريكوردينج and reporting and ECG شون أسوي ريكورد وشون أسوي ريبورت للECG إذا أكو أي سؤال تأخذ علي من الشباب سواء أنه من الويبينار او من الفيسبوك ستريم